الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم في هذا البرنامج نتكلم، أو في هذه الحلقات نتكلم عن الصراع بين الحق والباطل والتوحيد والشرك والإيمان والكفر المتمثل في قصة هود عليه الصلاة والسلام مع قومه. فلازلنا حتى الآن نتكلم عن فوائد هذه القصة وما يفتح الله سبحانه وتعالى به على ضيفنا الكريم شيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، ضيف البرنامج الدائم، فنحييه ونقول له حياك الله يا شيخ وبياك. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك شيخ. شيخي بارك الله فيك، لازلنا حتى الآن نتكلم عن قصة هود والصراع الدائر بين هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يدعو قومه إلى عبادة الله تعالى وحده. ولكن كشأن المصلحين دائما الذين عندهم الحق وإرادة الإصلاح الصحيح الموافق لشرع الله جل وعلا، هو يدعو قومه إلى عبادة الله تعالى وحده، ولكن للأسف كشأن المفسدين في كل مكان يقابلون ذلك بعدة مواجهات وبعدة أساليب في الصد عن سبيل الله جل وعلا. فمن ذلك أن هودا عليه الصلاة والسلام لما دعا قومه إلى عبادة الله وحده قالوا له: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. تقليد الآباء يا شيخ دائما هي سنة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وقائد القرى المسجلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فأحييك في بداية هذا اللقاء أخي الشيخ رضا، بارك الله فيك، أحيي إخوان المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى لنا ولهم البصيرة في دينه والفقه عن كتاب الله عز وجل وعن سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن فصول قصة هود ما زالت متتابعة ومتتالية، وأحداثها ما زالت يأخذ بعضها ببعض ويجر بعضها بعضا. من الأشياء التي ذكرناها فيما سبق وأثرتها في هذا اللقاء أن هودا عليه الصلاة والسلام واجه معارضة قوية وعنيفة وشديدة من قومه، ولما كانت حجة هود عليه السلام حجة قوية فقد أتى بالبرهان الصادع المنير على صحة دعوته، استدلاله بالآيات الشرعية والآيات الكونية على وحدانية الله وفرديته وصمديته سبحانه وتعالى. كل هذا جعل قومه من المشركين يشغبون عليه ويثيرون الزوابع حوله لأجل إضعاف دعوته ولأجل صد أهل الإيمان الذين اتبعوه. وذكرنا جملة من الأحداث وهي سنة في أو طريقة لهم مع جميع الأنبياء. فما سلم نبي من الاتهام بالجنون أو السحر أو محبة المال أو السعي إلى المنصب أو إلى غير ذلك مما سبق ذكره. من الأشياء التي أثارها قوم هود في وجه نبيهم عليه الصلاة والسلام أنهم استنكروا دعوته التي تخالف دعوة الآباء والأجداد. فقالوا كما قال الله عز وجل في كتابه، قالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده. إذن القضية واضحة، المفاصلة بينه وبينهم هو دعوتهم إلى أن يعبدوا الله وحده وأن لا يشركوا معه غيره سبحانه عز. فقالوا: أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. فكان من ضمن الأشياء التي أوردوها عليه هو أنه كيف تأتي
بدين يخالف دين الآباء والأجداد. ولو استقرأت كتاب الله عز وجل لنظرت أن هذا الأصل منسحب على جميع الأقوام التي كذبت الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. بل حتى نبينا عليه الصلاة والسلام, كذبه قومه بمثل هذه الدعوة. نعم. ولذلك هذا أصل خطير من أصول الضلال والانحراف, وهو الاستشهاد والاعتماد. نعم. والرجوع إلى ما كان عليه الآباء والأجداد. نعم. وهذا مسلك في واقع الأمر, مسلك طبيعي في النفس البشرية, حتى في قضايا الأخلاق, قضايا السلوك, قضايا العادات. كما يقول الأول, أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. نعم. فهنا الفرزدق بدأ يستشهد بما عليه الآباء من الكرم ومن كذا وكذا. صحيح. ولكن الرد الصحيح ما كان عند الآخر حينما قال, ليس الفتى من يقول كان أبي, إن الفتى من يقول ها أنا ذا. إذن القضية قضية طبيعية في النفس البشرية. نعم. لكن حينما تنسحب إلى جانب الاعتقاد وجانب العلاقة مع الله عز وجل, هنا يكمن الخطر. صح. وهذه هذا الأصل في الحقيقة إذا تأملته في واقع المسلمين تجد أنه قد يكون معمولا به في بعض الأزمان وبعض الأماكن. نعم. في أبسط الأشياء. الآن كأبسط مثال, تجد مثلا حينما تأتي إلى مجتمع معين تعود على بدعة من البدع أو مخالفة شرعية من المخالفة, فحينما يأتي الواعظ, حينما يأتي الناصح فيبين للناس ويقول لهم هذا على خلاف السنة, هذا على خلاف المنهج الشرعي, فيقول له ماذا الرد؟ الرد يقولونه وجدنا آباء, وجدنا آباءنا على أمة, وهكذا يقول كانوا يعملون. نعم. لذلك الله عز وجل يقول, يعني ذكر عن ماذا في أكثر من موضع في القرآن. نعم. يقول إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. مقتدون. وفي الآخر إنا وجدنا آباءنا مهتدون. على ملة. نعم. على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. صح. وهكذا طريقتهم في التعامل مع الأنبياء. فهذا الأصل حقيقة أصل خطير. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما دعا قومه, نعم, إلى الله ووحدانية الله وكذا, كشأن الأنبياء, ماذا قالوا؟ قالوا سب آباءنا وسفه أحلامنا. نعم. فهنا كأنهم اعتبروا بأن مخالفة الآباء والأجداد إنما هي سبة. سبة. نعم. وهذه في الحقيقة قد تكون حيلة العاجز حينما, نعم, يعني يعجز الإنسان عن رد مثلا ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام, فيلجأ إلى مثل هذه الأساليب الرخيصة. نعم. ليحاول أن يبقى على ما هو عليه من الضلال. نعم. الذي استحكم عليه الشيطان. نعم. وضرب عليهم طوقا وسياجا لا يمكنهم. نعم. أن يتخلصوا. ولذلك كما قال عز وجل. نعم. فأما في قصة ثمود, قال فأما ثمود فاستحبوا العمى على الهدى. هدى. لاحظ كما سيأتي إن شاء الله. نعم. تعرف كلامي عليه. لكن هنا استحب, كأنهم يطلبون العمى. سين طلبية, استحبابهم للعمى, يعلمون صدق الرسول ويعلمون أن ما جاء به الحق وأن هذه الآيات العجيبة كلها صدق وحق, ومع ذلك يفضلونه على الهداية. ارتضوا يعني طريقة الآباء. صحيح. لا يريدون الهداية. لا يريدون. وهذا للأسف الشديد. حتى قضية الاستشهاد بما عليه مثلا المتقدمين من العلماء مثلا, يعني قضية الآن تجد بعض المتعصبة للأقوال. نعم. يضعون أقوال الرجال محلا للانتصاب وللانتصار. نعم. فيجعلون محل الولاء والبراء ويعرضون بين أدلة شرعية الآن صريحة. تقول له مثلا صحيحة. نعم. تقول له مثلا هذه المسألة فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فيقول لك, يقول لك ويرد عليك, قال الشيخ فلان. نعم. قال الإمام فلان. نعم. في الحقيقة حينما نرجع إلى هذه القضية نجد مثلا الأئمة الأربعة اتفقت كلمتهم على قضية وقاعدة, وهي أن أقوالهم كلها تعرض على أقوال النبي عليه الصلاة والسلام, على الكتاب والسنة. كتاب والسنة. صح. حتى قال الإمام مالك قولته المشهورة, كل منا يؤخذ منه ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام, ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر, ويقصد به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن حينما تأتي في الحقيقة تجد أن بعض الناس عنده من جنس ما عند المشركين أو الكفار في مثل هذه القضية.
من جنس ما عنده من جنس, ولا يقصد به التكفير, ولا يقصد حتى التكفير. لا لا لا, حتى نبرع إلى الله عز وجل من ذلك, حتى لا يفهم بعض الناس خطأ في المسألة هذه. نعم, لأن نعم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لأبي ذر قال له إنك امرأ فيك جاهلية, يعني فيه نزعة أو فيه شيء من أمور الجاهلية. نعم, فمن الناس من عنده من هذا الجنس, قد يكون بعض المؤمنين عنده من جنس المنافقين. صحيح, حينما يكذب وهو مؤمن أو حينما يخلف الوعد. نعم, نقول فيه من جنس المنافقين وليس هو منافق, وليس هو منافقا, لا يمكن أن يحكم عليه بالنفاق. صح, كذلك الـ 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 بعض كثير من المسلمين عندهم من جنس ما عند اليهود. نعم, عندهم من جنس ما عند النصارى, عندهم من جنس ما عند المنافقين. ولذلك الله عز وجل قال عن أهل الكتاب قال يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم. صح, إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هل هذا الوصف خاص بأهل الكتاب؟ نعم, قد ينسحب على بعض المسلمين. لا شك أنه ينسحب على بعض المسلمين. من المسلمين الآن هذه صفة أيضا, ويخاف من الناس. نعم, ويخفي بعض الأشياء التي هي مستقبحة من الناس, لكنه لا يستخفي من الله. نعم, والله عز وجل يقول وهو معهم. نعم, إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. نعم, وكان الله بما يعملون محيط. نعم, محيط. فأقول بعض الأحيان قد يحصل حقيقة من هذا الجنس. نعم, فتجده مثلا يتعصب لأقوال الرجال. نعم, ويجعل الولاء والبراء على قول فلان. تقول له قال الله قال رسول, فيرد عليك بردود يقول قال فلان. نعم, أو بعض الأحيان يقول لك يا أخي أنت صغير في السن أو ما زلت كذا, فهل يعقل أنت أعلم من فلان؟ فهنا تبدأ القضية. نحن خرجنا صحيح عن الموضوع, لكن في الحقيقة من باب يعني بيان خطورة هذه المسألة, وأن هذه المسألة قد تأخذ هي كلية في الواقع, لكن لها جزئيات. هذه الجزئيات حقيقة إن بقيت في, 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 في منهج الإنسان وطريقته في التعامل مع الأدلة ومع النصوص الشرعية, لا شك أنه قد يقوده إلى أمر أخطر من ذلك. نعم, فيرد مسألة مثلا تتعلق في الاعتقاد لأن فلان قالها مثلا. نعم, تقول قال الله قال رسول, يقول لك قال فلان خلاف ذلك, أو هو أعلم بالأدلة منك مثلا. وهو قد يكون جانب الصواب, وهذا واقع شيخ في عند كثير من المسلمين. هذا الذي أنا أريد, حتى في العقيدة لا شك, هذا الذي أريد أن أركز عليه. ولذلك بعض الناس حقيقة دينهم دين الآباء والأجداد. صح, دينهم دين مثلا المتقدمين مثلا. لا شك أن العلماء هم ورثة الأنبياء, لكننا لا نعتقد فيهم العصمة, لأنهم هم أنفسهم يقولون كل منا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القول. بل بعضهم قال لا أحل لأحد وقف على قول لي خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام, لا أجعله في حل. يقول لا أجعله في حل. عفوا شيخ, يذكرني بقول ابن عباس رضي الله عنهما لما ذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام في المتعة في الحج فقال عروة أن تنزل عليكم حجارة من السماء. هو اعترض على الحديث أو على الدليل بفعل بكر وعمر. أبي بكر وعمر لأنهم كان يريان الإفراد يا شيخ. الإفراد. نعم. وأبو بكر وعمر هم سادة الصحابة, بل هما أفضل الأولياء. نعم. ومع ذلك قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله, تقول قال أبو بكر وعمر. فانظر القضية, يعني قضية خطيرة جدا. يعني قضية أنك تعارض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة بأقوال الرجال, هذا من أخطر الأمور. صحيح. ولذلك القاعدة الشرعية أنه لا أحد يقلد بذاته إلا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لا يسمى تقليدا, يسمى اتباعا. اتباعا لا شك. نعم. لكن حينما نأتي مثلا نقول فلان مثلا إمام المسجد, رأيت إمام المسجد يفعل كذا في الصلاة, نقول له لا بد أن إمام المسجد معه دليل فيها. نعم. فإن لم يكن معه دليل لا يجوز أن تقلده أو تتبعه في فعله. نعم. في رفع اليد أو النزول أو كذا, لأن هذا ما فعله إلا بدليل. فإن لم يكن معه دليل قلنا لا يجوز اتباعه فيها, فلا بد أن يسأل هذا الشخص عن دليله. عن دليله. ولا يتبع مجرد أنه فلان. وهذه قاعدة بالحقيقة ينبغي يعني التنبه لها, على أنها أصل من الأصول التي ينبغي للمسلم أن يراعيها في حياته, سواء في عقيدته, سواء في عبادته, في أخلاقه وسلوكه. يعني الآن مثلا حتى في قضية الأخلاق والسلوك, كثير الآن من الآباء والأجداد عندهم عادات وقيم تتعارض وتتنافى مع ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. صحيح. فحينما مثلا يأتي قضية مثلا ظلم النساء, في قبائل تظلم النساء,
لا يورثون مثل قضية إلا ما كان غازيا يقولون هكذا قضية الإرث قضية مثلا أن المرأة هذه لا يجوز أن تخرج عن ولد عمها مثلا كمثال يعني قضية الاختلاط فلما تأتي ويقول لك والله يا أخي هذا دين آبائنا أو سلم آبائنا وأجدادنا هذا لا يقبل في الشريعة ولا العادات والتقاليد هذه كلها تعرض على الكتاب وعلى السنة صح فما وافقها أكد عليه وشد عليه ونبه إليه ودعي إليه وما خالفه رد كائن ما كان ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث في الناس كانت قيم وأخلاق وقضايا كثيرة موجودة فرشدها النبي صلى الله عليه وسلم من صحة التعبير صفاها ونقاها فما كان موافقا لما جاء به عليه الصلاة والسلام أكده مثل الكرم الجود الشجاعة النجدة يعني الفزعة يا شيخ الفزعة أو مثلا حفظ الجوار نصرة المظلوم وهكذا القيم الكثيرة وما خالفها وضعه النبي صلى الله عليه وسلم تحت قدمه ونبه عنه ثم قال إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق مكارم الأخلاق فحينما يأتي الشخص في مثل القضايا الأخلاقية السلوكية ويقول والله آبائي وأجدادنا نقول له قف عند هذا الحد لأن هذه ما يجوز لأن خطير أصر خطير كان عليه المشركون بارك الله فيك شيخ شيخ بارك الله فيك قوم هود قوم عاد طلبوا من هود بينة وأعتقد أن قد يكون هذا الأمر حق لكل إنسان أن من يدعوه إلى شيء ما أنه يأتي على بينة على صدقه وإن كانوا هم قالوا بذلك من باب العناد والصد عن سبيل الله فما هي أو ماذا كانت بينة هود عليه الصلاة والسلام عندما دعا قوم القاعدة في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أن الله تعالى أمدهم بمعجزات وفي الحقيقة الحديث عن المعجزات حديث يحتاج إلى وقت طويل لكن أريد أن أذكر فائدة فقط وهي أن معجزات الأنبياء كلهم هي أشبه بعود الكبريت حينما يقدحه الإنسان فينير للناس أو يظهر فيه القارق هذا ثم ينتهي إلا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم التي هي القرآن فهي من أعظم الدلائل على صحة هذا النبي وعلى أنه ختم الله عز وجل به النبوة والرسالة وأن هذا القرآن مهيمن على الكتب السماوية فبقي ولذلك تلحظ جميع معجزات الأنبياء ليس لها الدوام الاستمرار ليس لها يعني ذكر هي في عصرهم فقط في عصرهم أعني يعني بس بل هي في يعني في متطلبات آنية قد تكون لظرف زماني أو لظرف مكاني ثم تنتهي إلا معجزة نبينا صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بالنسبة لهود عليه الصلاة والسلام لا شك أن قومه طلبوا منه بين البينات والدلائل على صدقه كانت ظاهرة لكنهم كما ذكرت وفقك الله على أنهم مجادلين معاندين بالباطل مجادلين بالباطل معاندين هم يماحكونه ويحاولون أن يلجئونه إلى أقصى الأمور فقالوا له كما قال الله عز وجل قالوا يا هود ما جئتنا ببينة البينة هي العلامة التي تبين الشيء المخفي أو تظهر الشيء الذي يعني لم يعتده الناس في ناموس واقعهم قالوا ما جئت ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين أنت حينما تقرأ هذه الآيات وتقف على تفاسير أهل العلم تلحظ أن القضية قضية عناد هم يقولون جئتنا ببينة أو لم تأتنا بها النتيجة ما هي ما نحن بتارك آلهتنا وما نحن لك بمؤمنين لكن جب لنا شيء نتسلى به أو كذا وكذا مع أننا نعلم بأنك لن تأتي وأيضا لو أتيت لن نتبعك وهذا بين شيخ بارك الله فيك على أن السؤال ينقسم إلى قسمين سؤال يقصد به المعرفة والتعلم والسؤال يقصد به سؤال عناد لكنهم ما قصدوا المعرفة والتعلم فعلا. أما هؤلاء فسألوا سؤال عناد مكابرة لأنهم قالوا له وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين
إن جئت بالبينة أو لم تأتي بها، لكن النتيجة هذه. ولذلك كان يعني رد هود عليه الصلاة والسلام مناسبا للحال التي وصل إليها قوم هود. نعم. قومه قوم عاد. لقد يعني بلغ الصلف والقسوة والغلظة في قلوبهم إلى هذا الحد. نعم. قضية أنهم يتركونه لحاله، وهذه طبعا تلحظها في جميع قصص الأنبياء. النبي ومن معه من المؤمنين دعوتهم مبنية على السلم. نعم. دعوة بالقول ودعوة إلى الله ممحوظة بالنصيحة وعدم يعني أخذ شيء من حظوظ الدنيا، ومع ذلك تجد أن أقوامهم لا يتركونه كما سيأتي في قصة شعيب. نعم. وقصة كثيرة من الأنبياء وهي قضية الإقصاء، إقصاؤهم وإخراجهم، قصة صالح أيضا. نعم. لنبيتنه وأهله. نعم. فقضية قضية أن هؤلاء حاولوا يلجؤون هود عليه الصلاة والسلام إلى درجة أنه قد يستفزونهم، فيكون هناك ردة فعل تسوغ لهم البطش به. نعم. فما كان من هود عليه الصلاة والسلام إلا أن أتاهم ببينة عظيم. قال لهم، هم قالوا طبعا وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. نعم. قالوا أنت الآن آلهتنا هذه التي آلهتنا التي أنت عرضت لها وسفهتها وسفهت أحلامنا هي سبب ما أنت فيه الآن من الجنون ومن التقلب المزاجي وغير ذلك من الأمور. نعم. فقال لهم كأنه يريد لهم يريد أن يظهر لهم البينة. نعم. أنها أنتم وآلهتكم لن تستطيعوا أن تمسوني بسوء، وذلك لسبب أنني متوكل على الله عز وجل حق التوكل. قال لهم ورد عليهم رد الواثق بنصر الله ورد المؤمن. نعم. الموحد الذي علق قلبه بالله عز وجل. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. نعم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. هذه البينة. هذه البينة. أين؟ سبحان الله. الآن أنا أمامكم أعزل، ليس معي ظهير ولا نصير إلا الله عز وجل. نعم. معي قوم كما وصفوا في قصة نوح، وهو منهج الأنبياء أن أقوامهم بادي الرأي كما يوصمون. صحيح. وليس معه. قال إن أردتم البينة أنتم وآلهتكم التي تعبدونها من دون الله عز وجل كيدوني جميعا ثم لا تنظرون، لا تتأخروا، أنا موجود الآن في هذا المكان، يعني ليس عندي تفكير في أنني أرجع إلى بيتي أو إلى قومي أو إلى عائلتي فأستعد لكم، لا لا لا، أنا موجود الآن أمامكم في منتداكم في محلكم، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. مع أن قومه شيخ عفوا يعني لو سمحت لي بالمداخلة، هذه كما قال فيهم هود وإذا بطشتم جبارين، بطشتم جبارين يعني عندهم قدرة على البطش، يعني أوتوا بسطة في الجسم. نعم. وأيضا هذه القوة الجسمانية استخدموها فيما يسخط الله عز وجل في ظلم العباد، فلم يكن عندهم شيء من العدل. نعم. لم يكن عندهم شيء من العدل، فهذه القدرة والقوة التي عندهم جعلتهم يظلمون، لأنهم كذبوا في اليوم الآخر وكذبوا في الله. نعم. فإذا كانوا لا يعتقدون بأنهم سيقفون بين يدي الله عز وجل. نعم. فتنتزع مخافة الله عز وجل من قلوبهم. نعم. فهنا قال لهم فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، ثم بدأ يؤكد عقيدته التي هو عليه، إني توكلت على الله ربي وربكم. نعم. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. إني توكلت على الله ربي وربكم. سبحان الله. ربي وربكم. نعم. معبودي وإلهي ومقصودي هو الله جل وعلا. نعم. وربكم أنتم الذي أيقنتم به في قرارة أنفسكم ولكن جحدتم بها علوا. نعم. واستكبارا. نعم. ثم قال له ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. الدابة هو كل ما يدب على الأرض سمى دابة، حتى الإنسان. نعم. قالوا دابة لن يدب على الأرض. نعم. ولذلك يقولون حيوان ناطق وحيوان غير بهيم وهكذا. نعم. لكن المقصود كل ما يدب على الأرض فهو داب. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتي. نعم. الناصية ما هي؟
هي مقدمة الرأس، مقدمة الوجه، إيه من أعلى. نعم. تسمى ناصية. العرب قديما كانوا إذا أخذوا الإنسان بجناية أو بجريرة غيره مثلا وأرادوا عتقه، يأخذون طرف شعر ناصيته ويقصونه، فيقصونه ويقول خلق عتق. نعم. فهنا هود عليه الصلاة والسلام يقول هذه كل ما يدب على الأرض إنما هو أمره بيد الله عز وجل. نعم. يعني ولذلك الآن إذا أردت أن تتمكن من القبض على شخص، بمعنى لا تجعله يتحرك، تأخذ بناصية شعره، فهذا من أشد ما على الإنسان. سبحان الله. والدابة الآن بعض الأحيان يؤخذ شعر ناصيتها لتنقاد لك. نعم. تأخذ بشعر ناصيتها لتنقاد لك. نعم. فهنا يبين بأن ما من دابة إلا والله تعالى آخذ بناصيته، فأنتم كلكم تحت سلطة الله، تحت ملكوته وتحت حكمه وتحت أمره جل وعلا وتقدس. إن ربي على صراط مستقيم، هذه فقه بالله عز وجل، إن الله عز وجل الذي بعثني، الذي بعثني هذا الطريق هو طريق الحق، طريق الهداية، طريق الدلالة. ثم قال فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا. نعم. إن ربي على كل شيء حفيظ. ذكرني في الحقيقة هذه المسألة بقصة، وهي قضية الاعتماد والتوكل على الله عز وجل، وأن هذا التوكل العظيم يصنع المعجزات. صحيح. فهود عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام العظيم لم يستطيعوا أن يحركوا ساكنا ولا أن يزعجوا قاطنا، وكان هذا دليلا قاطعا على صدقه. فآلهتهم صماء بكماء، ليس لها حراك، وهم لم يقدروا على بطشه بهذا الكلام العجيب الذي يزلزل الأرض من تحت أقدامه، بدأوا يرتعدون ويرتجفون كما ستأتي الآيات التي توضح هذه الصورة التي كانوا عليها من الخوف والخور. فحينما يتوكل الإنسان على ربي عز وجل يصنع هذا التوكل في نفس المعجزات. أنا قلت أذكر قصة على قضية الاعتماد والتوكل على الله عز وجل. فحينما لا يكون للشيطان حظ ولا نصيب في قلب الإنسان، سيكون الإنسان بإذن الله عز وجل منصورا. ابن الجوزي في تلبيس إبليس وغيره من أهل العلم ذكروا هذه القصة عن الحسن البصري، ينقلها عن من سبق، يقولون أن شجرة كانت تعبد من دون الله عز وجل. فقام رجل موحد فقال والله لأقطعن هذه الشجرة التي أصبحت سببا من أسباب ضلال الناس. فسار إليها، فجاءه الشيطان في صورة إنسان، فقال أين تريد، وإذا بيده الفأس، قال أريد قطع هذه الشجرة. قال ما لك وللشجرة، ويعني معنى مثل ما يقول عام مش دخلك، خلك في حالك، وش كذا. فقال هذه تظل والله لا أقطعنا. فلما علم الشيطان قوة يقينه وتوكله في قطع على الله عز وجل وعازم على قطع الشجرة، قال له يا رجل، حاول أتاه من كل طريق فما استطاع، قال ما رأيك ترجع، وحينما تصبح تجد دينارين تحت رأسك كل يوم. فقال من أين؟ قال ما لك علاقة، أنت ستجد هذا الرزق تحت وسادتك. فهنا دخل الضعف له، بدأ يضعف ضعف. هنا استسلم للمادة، استسلم للدنيا، فرجع. فلما رجع استيقظ في الصباح وإذا بدينارين تحت رأسه، ففرح بها. فلما جاء اليوم الثاني ما وجد الدينارين، فأخذ الفأس وذهب ليقطع الشجرة. فلما قطع الشجرة اعترضه الشيطان في صورة نفس الإنسان الذي قابله بالأمس، فقال أين تريد، قال أريد قطع الشجرة، قال لا تستطيع، قال كيف ذلك، قال لا تستطيع. فصرعه الشيطان. ثم قال له أتدري من أنا؟ أنا الشيطان، لما جئت بالأمس كنت متوكلا على الله، وكانت نيتك لي لقطع الشجرة توكلا على الله عز وجل، فما استطعت عليك. فلما تغيرت نيتك وأصبحت دخلت للدنيا الدنيا. دخلت الدنيا. قدرت عليك، فبطحه وبطح به. سبحان الله. هذا يدلنا على أن التوكل ليس بهذه المسألة التي يعتقدها كثير من الناس. التوكل عقيدة. الأنبياء كلهم جاءوا بالدعوة إلى التوكل على الله عز وجل، لأنه هو
قطب رحى العقيدة. نعم. حينما تعتقد أن الله عز وجل الذي بيده كل شيء ثم تفوض أمرك إليه، نعم، هذه العلاقة بين العبد وبين، نعم، ربه جل وعلا. بارك الله فيك يا شيخ، هذه يعني بين لنا، جزاك الله خيرا، يعني كلامك الجميل هذا بين لنا أهمية مسألة التوكل. لا شك في حياة الإنسان. ولذلك الآن نصوص، نعم، القرآن كلها، نعم، لاحظ أهود قال، نعم، إني توكلت على الله ربي وربك. سبحان الأنبياء كلهم، نعم، والله عز وجل لما يعني حينما ذكر التوكل بين صفته، نعم، ثم بين أثره، نعم، أثره وثمراته، سبب من أسباب الرزق، نعم، الحفظ، الولد، نعم، كثير من الآثار والعوائد الحميدة التي ترجع إلى الإنسان، نعم، بسبب التوكل. وأعظم حقيقة من تكلم على مسألة التوكل والتفويض، نعم، هو ابن القيم رحمة الله في كتابه العظيم الماتع مدارج السالكين. صحيح. وأنا أدعو حقيقة كل مسلم للوقوف على 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 الكلام الماتع الجميل، نعم، الذي ذكره وهو يخرج من مشكات النبوة. صحيح. بارك الله فيك يا شيخ، هو فعلا نحن محتاجون جدا إلى مسألة تعلم التوكل كما يجب، لأن هذا شيخ بارك الله فيك حتى تجدوه عند كثير من الناس للأسف بسبب ضعف التوكل يضطره الأمر أو الحال إلى الوقوع في الحرام وغير ذلك، الخوف على قطع الرزق، يخاف على قطع رزقه فيضطر. شوف قول الله عز، نعم، وجل وهي في قضية التوكل، نعم، قال وفي السماء رزقكم وما توعدون. ماذا عقبها ربنا عز وجل؟ نعم. قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. سبحان الله. وقف بعض السلف عند هذه الآية فقال من أخضب الجبار حتى أقسم هذا القسم. لا إله إلا الله. فكما أن العمر محتوم كذلك الرزق مكتوب، مكتوب ومحتوم نفس الشيء. كنت إن كنت غنيا فوالله لن تفتقر، وإن كنت ثقيلا فوالله لن تغتني، نعم، وإن كنت متوسط الحال فوالله لن ترتفع ولن تنزل. صحيح. لأن الله عز وجل قال وقول الحق فورب السماء والأرض إنه الحق مثل ما أنه. لذلك الآن لما يعني ضعف جانب التوكل على الله عز وجل، نعم، أصبح الناس الآن حتى لدرجة أن يقدمون تنازلات خطيرة جدا لأجل والله قضية أنه يخشى أن يذهب رزقه. كذلك الجشع والإيغال، الإيغال في حب الدنيا والحرص عليها سبب عدم التوكل، عدم التوكل، ضعف الإيمان، نعم، كذلك قضية كثير من الناس الآن لا يأتي إلا بولد واحد فقط يقلل، نعم، فيه الغرب أو الشرق، نعم، يقول هؤلاء يفقرون. صحيح. والله عز وجل ماذا يقول؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. في الآية الأخرى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. ماذا قال في الآية الأولى؟ قال نحن نرزقهم وإياكم. والآية الأخرى قال نحن نرزقكم وإياكم. سبحان الله. يعني كثير من الناس الآن يقرأ القرآن لا يقف على تفسير هذه الآيات وماذا قال أهل العلم في 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 تفسيرها وفي في تقديم لماذا قدم هنا رزقهم وإياكم، نرزقهم وإياكم، هنا قال نرزقكم وإياهم، هنا نرزقهم وإياكم. هذه حقيقة تحتاج إلى وقف. صحيح. صحيح. بارك الله فيك، وما أدري هل تحب أن تفسرها؟ يأتي وقتها، سيأتي إن شاء الله. بارك الله فيك يا شيخ، جزاك الله خيرا على كل حال. ولا شك أن هذا كان دليلا قويا على صدق هود عليه الصلاة والسلام، وأنه أتى بالبينة التي أرادوها، وهي أنه واجه قومه هؤلاء البطاشين الجبارين، ومع ذلك استمرت دعوتهم وأنقذه الله تعالى من بطشهم ونجاهم الله سبحانه وتعالى ومن معه من المؤمنين. فكان هذا شيخ بارك الله فيك الدليل القاطع الذي أرادوه، ولكن هم أرادوا ذلك إلا عن طريق المجادلة، وليس اعتقاد منهم فعلا أنهم يؤمنون بذلك كما ذكرت بارك الله فيك. هم في الواقع حسن، نعم، الأمر اختصروا الجدال، نعم، الجدال اختصروا في كلمتين. ماذا قالوا؟ قالوا أنت الآن أكثرت علينا وكذا، أنا بيعطيك الخلاصة، نعم، الخلاصة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك، عن قولك وما نحن لك بمؤمنين. هذا ما يسمى بإنهاء الجدال أو المناظرة، نعم، يعني تتناظر أنت وشخص مثلا، نعم، تقول له شوف في النهاية، نعم، طولت ولا قصرت، نعم، أنا أعتقد كذا وكذا. فهم الآن اختصروا المجادلة مع، نعم، مع عفوا يا شيخ، هذه تسمى الصراحة التي هي بمعنى الوقاحة. صحيح.
وهي قضية أنا والله الآن عندي يعني والعياذ بالله عندهم من القسوة والغلظة والصرف ما جعلهم يعني يلغون كل طريق ممكن أن يكون سببا في هدايتي. فقالوا قضية مصادرة، صادرنا يعني هي قضية مصادرة، صادروا كل شيء ثم أعطوها النتيجة، وإن جئتنا بآية وإن جئتنا ببينة وإن جئتنا بأي شيء فما نحن بتاركي آلهتنا عن قولكم وما نحن لك بمؤمنين. اختصروا المسألة وبهذا استحقوا العذاب. نعم، بارك الله فيك يا شيخ على كل حال. فبما أن الوقت قد أزف بنا فإن شاء الله تعالى نكمل بقية قصة هود إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. إخواننا المستمعين، إلى أن نلقاكم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع حلقة أخرى من قصص الأنبياء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.